كالي بارك الله فركة صابون ماشية اللهم صلي على النبي ما لكنها تخدم طلب عليها ما وقفش لكن بما انه معز تومي ما كانش في تونس هي عندي اعمال خارج تونس كان خارج حدود الوطن كان يعمل في فركة صابون مع المشاهير كان يعمل في غنية ان شاء الله غنية فركة صابون فأول عرض إن شاء الله باش يكون يوم 26 فيفري اللي هو نهار جمعة هذه بالزفير تبارك الله اللهم صلي على النبي زاد ماذا بكم في أقرب فرصة اللي يحبوا ياخذوا لي بيي خاطر خاطر صلي على النبي خاطر عندك اليوم يوفيو و لو 27 في الحمامات ان شاء الله لو 27 في الحمامات في فما ديتات اخرين مرادي. والله لا في بالي فما دات جديده توجد توجد انا حاضره معها توجد دخل دات جديده فما دات جديده باش تكون في نابل ان شاء الله ان شاء الله باش تكون 1 افريل في المركب الثقافي نيابوليس بنابل في بالي ومازال ان شاء الله على حاجه صغيره خارج حدود الوطن يا فرحي جانا يا فرحي جانا كان حن وطنا ربي ان شاء الله تعمر دارنا يا سعدي جانا يا فرحي جانا كان حن وطنا ربي ان شاء الله تعمر دارنا يا سعد سعد وسعد سعد يا سعدي جانا خمسة وخميس على الزين وعلى الجد يا سعدي جانا يا اخويا فرحت صدقني كاني عملت فيه العمل هذاك